السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار التاسعة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نبدأها بأبرز العناوين. وزارة الصحة تدشن وحدات متنقلة لتطعيم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ضد فيروس كورونا. مملكة البحرين تحتفل هذا العام بمرور 50 عاماً على تأسيس الشرطة النسائية. المجلس البلدي الجنوبي يعقد اجتماعه 9 لدور الانعقاد 3 من الفصل التشريعي 5. أهلا بكم إلى تفاصيل التاسعة. بتوجيهات من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بدأت وزارة الصحة اليوم بتقديم خدمة نوعية تعد الأولى في المنطقة، وذلك عبر تدشين وحدات متنقلة لإعطاء التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وذلك للراغبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن يصعب عليهم التنقل، وذلك في إطار الجهود الرامية لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين والحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها والتي توفر خدمة التطعيم من خلال طاقم طبي يقوم بزيارة المسن وإعطائه التطعيم في منزله. وأكدت الوزارة على أنها تقوم برصد الطلبات المقدمة من خلال موقعها الإلكتروني وحصر احتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن قام بالتسجيل لتلقي التطعيم بهدف دعم الجهود للتصدي للجائحة. كشف الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية عن بدء تنفيذ تحسين الخدمات المقدمة بالصيدلية الرئيسية بمجمع السلمانية الطبي كجزء من استراتيجية تطوير الخدمات المقدمة بمجمع السلمانية الطبي، والذي يعد أكبر مجمع يخدم القطاع الصحي بمملكة البحرين، حيث وجه الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية ببدء تنفيذ الخطط الموضوعة والتي تضمنت تطوير وتحسين بعض الإجراءات الإدارية بشكل سريع إلى جانب إجراءات تطوير الخدمات ضمن خطة زمنية محددة، وذلك من أجل ضمان مستوى جودة وسلامة الخدمات المقدمة بمجمع السلمانية الطبي. تحتفل مملكة البحرين هذا العام بمرور 50 عاماً على تأسيس الشرطة النسائية في نوفمبر من عام 1970، حيث تمكنت خلالها المرأة الشرطية من تعزيز حضورها على كل المستويات وفي مختلف مجالات العمل الشرطي. أن الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس الشرطة النسائية في مملكة البحرين يؤكد أن المرأة البحرينية كانت دوماً شريكاً أصيلاً في مسيرة التنمية والتطور في مملكة البحرين، ويعكس سمة التحضر والتسامح المتأصل في المجتمع البحريني وتقبله لدور المرأة في كل المواقع، إذ أصبحت الشرطة النسائية عنصراً رئيسياً في حفظ أمن وسلامة الوطن وصون مكتسباته. فخلال 50 عاماً قدمت الشرطة النسائية إنجازاً كبيراً في مسيرة حفظ الأمن لا سيما في القطاع الجمركي من خلال تقديم خدمات جمركية متميزة وتيسير حركة السفر والتجارة المشروعة وتعزيز أمن المملكة وحماية المجتمع. دعمت وزارة الداخلية العنصر النسائي منذ بدايات 70s القرن الماضي، وما زال الدعم مستمراً. من أمثلة هذا الدعم هو توظيف العنصر النسائي في كافة التخصصات الأمنية والاجتماعية والإدارية، كما تحصل منسوبات وزارة الداخلية على التدريب الأكاديمي والعملي في بيئة تتناسب مع طبيعتها واحتياجاتها، كما يتمثل الدعم أيضا في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في وزارة الداخلية، حيث تم تركيز وترسيخ قناعات المساواة والعدل والشراكة في العمل الشرطي. المرأة البحرينية أصبحت اليوم شريكا أساسيا في جميع مجالات الحياة
وهذا الاحتفال يعكس دليلا كبيرا على تمرس وجدارة وكفاءة المرأة البحرينية في العمل الميداني وقدرتها على المشاركة الفعالة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع. فالمرأة البحرينية اليوم أصبحت بالطليعة في جميع المجالات المهنية، فحققت الإنجازات المحلية والعالمية، وحصدت المناصب المهمة، ورفعت اسم مملكة البحرين في جميع المحافل الخارجية. وما الشرطة النسائية سوى نموذج على نجاحات المرأة البحرينية المتعددة وبصمة مشهودة وواضحة لها على مكانتها الثمينة في المجتمع. التاسعة مستمرة وفيها بعد قليل. وزارة التربية والتعليم تقدم الدعم الفني للبوابة التعليمية والفصول الافتراضية. عقد المجلس البلدي الجنوبي اجتماعه التاسع لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، حيث وافق المجلس البلدي على تقرير تعديلات الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق الإسكانية بالمحافظة الجنوبية والمقترحة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والتي تم التوافق مع وزارة الإسكان بشأنها، حيث تعد تلك المواد التي تم التوافق عليها مواد تخدم الأهالي وتمنع من المخالفات التعميرية. كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تغيير تصنيف عقار بمجمع 965 بمنطقة الدور بمدينة خليفة إلى تصنيف مناطق خدمات ومرافق العامة لإنشاء صالة مناسبات. كما وافق المجلس بالإجماع على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة والخاص بخطاب وارد من وزير الأشغال بشأن تطوير البنية التحتية في الدائرة السابعة بالمحافظة الجنوبية، وكذلك توسعة وتطوير الطرق بمنطقة الحنينية. وفي ختام الاجتماع وافق المجلس بالإجماع على إنشاء ممشى رياضي وصالة مناسبات بسابعة الجنوبية، وكذلك وافق المجلس على تقرير اللجنة والذي ناقش خطاب سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تطوير جميع الطرق المؤدية إلى دوار الساعة بالرفع. أكدت الأستاذة نادية المريسي القائم بأعمال مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة تواصل تقديم خدمة الدعم الفني فيما يخص تفعيل وسائل التعلم الرقمي وخاصة البوابة التعليمية والفصول الافتراضية لتسهيل عملية التعلم عن بعد، إذ يجري التعامل أولا بأول مع مختلف طلبات الدعم وإيجاد الحلول السريعة لها. وأضافت المريسي أنه منذ بداية العام الدراسي تم إنشاء مركز الدعم والمساندة المشترك بين إدارة نظم المعلومات ومشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، والذي يقدم خدمات هاتفيا ورقميا ويندرج ضمن قنوات الدعم والمساندة العديدة التي توفرها الوزارة، إضافة إلى ما تقوم به المدارس من جهود ذاتية كبيرة في التواصل مع الطلبة وأولياء الأمور لتذليل العقبات في مجال التعلم الرقمي. هذا وأنجزت إدارة الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم حتى الآن خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 1300 زيارة افتراضية والعديد من الأساليب الإشرافية والعلاجية والدروس الإلكترونية، وتحويل العديد منها إلى فيديوهات في كافة المراحل الدراسية تعزيزا لجهود المعلمين والقيادات المدرسية بالميدان التربوي. وتركز الخطة التنفيذية للإدارة خلال هذا الفصل على تنفيذ عدد من الأهداف الاستراتيجية، والتي من بينها تحسين جودة التعليم والارتقاء بإنتاجية الطلبة وبناء المتعلم المنتج للمعرفة ودعم ومتابعة تطبيق المنهج وتطوير عمليات الإشراف التربوي والشراكة في اللجان والمشروعات التربوية. وقد تمت تغطية جميع الأهداف الاستراتيجية بعدد من الإجراءات الميدانية والافتراضية وتنفيذ الأساليب الإشرافية العلاجية، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في الخطة الاحترازية لوزارة التربية والتعليم في ظل جائحة كورونا. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين.
وتتابعونا في التاسعة غدا. مملكة البحرين تحتل المرتبة الأولى عالميا في فعالية تكلفة النقل والتخزين. نهاية أخبار التاسعة، ولمزيد من الأخبار والمستجدات يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio وموقع live.bh. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.